تفضلوا. كيف شيخنا الحبيب، كيف يكون تعاملنا مع الفرق المنحرفة التي تبغض أمير المؤمنين وتظهر البراءة منه، يعني مثل ما نفعل نحن مع المخالفين، حيث نلعن أبو بكر وعمر، نلعن عائشة مثلا إذا أجانا شخص، ولعن علي بن أبي طالب من الفرق التي تعتقد ببغضه وكرهه وأنه منحرف والعياذ بالله، ماذا يكون علينا الواجب فعله؟ نتركهم وشأنهم أو كيف؟ وتحياتي لك يا بطل وبارك الله بك. نعم، واضح السؤال، شكرا لكم محمد باقر. سؤال محمد باقر من العاصمة العراقية يقول كيف نتعامل مع الفرق المنحرف، ويقصد بالضبط الذين والعياذ بالله يعتقدون ببغض أمير المؤمنين عليه السلام وأهل البيت عليه السلام، يعني إذا أحد منهم مثلا تجرأ وتلفظ بما يوحي ببغضه ونصبه، ما الذي عليه، يعني ما الذي يكون واجبا على سامعي ذلك؟ يكون واجبا عليه أن ينافح عن إمامه صلوات الله عليه، وأن يظهر غضبه لله ولرسوله ولأمير المؤمنين عليهما السلام وآلهما. فإن الذي يهتك عليا عليه السلام كان كمن هتك رسول الله صلى الله عليه وآله، كمن هتك الله جل وعلا، تطاول على الله جل وعلا. الخوارج لعنهم الله كانوا يفعلون هذا في نواديهم، فجاءهم ابن عباس فقال لهم أيكم الساب لله، ففزعوا وقالوا سبحان الله، أو يسب أحد منا ونحن مسلمون الله؟ قال نعم، لأنكم سببتم عليا. قالوا وكيف ذاك؟ قال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من سب عليا فقد سبني، ومن سبني فقد سب الله جل وعلا. فهذه جناية عظيمة، ولكن للإنصاف هي ليست متفشية في أوساط المسلمين. فإن كان في المسلمين أحد اليوم يسب عليا عليه السلام أو يتطاول عليه، فكل المذاهب تبرأ منه، كل الفرق والطوائف تبرأ منه، فلا يعدو كونه حالة شاذة منكرة. أما عامة المسلمين بحمد الله يحترمون عليا عليه السلام ويحبونه، وإن كانوا ضلالا، وإن كانوا في ضلال، وإن كان تراثهم يسيء إلى علي عليه السلام. فالمرجو من أخينا الكريم والإخوة جميعا المؤمنين أن يتعاملوا معهم بالحسنى، أن يبصروهم، أن يعلموهم. نحن نتخلق بأخلاق أئمتنا الأطهار عليهم السلام، الذين أوصونا بأن نعود مرضاهم وأن نشهد جنائزهم وأن نجاورهم بالحسنى وأن ندعوهم إلى الحق. قال الصادق عليه السلام ما مضمونه؟ عرفوهم الهدى الذي أنتم عليه، وبينوا لهم الضلالة التي هم عليها، وباهلوهم في علي عليه السلام. مباهلة، واحد مثلا يعني لما يجحد أو يتعنت ذاك الإنسان. فأولا التعامل بالحسنى، أما الحالات الشاذة فيجب أن يتعامل معها بغلظة وبغضبة لله ولرسوله ولأمير المؤمنين عليهما وآلهما السلام، وأن يكون كل ذلك ضمن إطار الشرع والقانون.